بدأنا الكواكب بتاعتي المرة اللي فاتت، وقلت إن أنا هبدأ بالكواكب الداخلية اللي هما الأربع كواكب الأولانيين، وقلت إن كل واحدة فيهم بتلف حاجة عندي اسمها سنة فلكية، وقلنا السنة الفلكية ديت اللي هي الفترة اللي بتاخدها الكوكب بتاعي علشان يتم دورانه حوالين الشمس، وبدأنا نحسبهم بالسنة الأرضية. وبدأت قلت إن أنا عندي عطارد، أول كوكب عندي قدام الشمس على طول، فبياخد لفته بسرعة 88 يوم يخلص السنة. يعني كان زمانكم هناك عندكم مثلا 70 80 سنة، دلوقتي 88 يوم سنة سنة، يلا بسرعة عشان قدام الشمس فلفته سريعة. اتفقنا ان كل كوكب بيبقى له كلمة بتميزه، كل كوكب عندي بيجي لي بكلمة في الامتحان تميزه وتدي لي عندي علامة لي كده. زي عندي عطارد، اجي اقول لك ده اقرب الكواكب للشمس، اجي اقول لك ده اصغر الكواكب، فيجي لي عندي في النقط في صح وغلط في الكلام ده، ويقول لك اقرب الكواكب نقط، اصغر الكواكب نقط. يبقى انا عندي ايه؟ عندي عطارد، اسرع الكواكب في دورانه حول الشمس اللي هو عطارد. يستغرق كوكب عطارد في دورانه حول الشمس نقط يوم 88 يوم، يبقى هو اقرب واصغر. اقوم جايه جنب كل كوكب وانا ماشيه فيه كده، اقوم عامله جنبي ايه؟ علامه دايره كده، وكاتبه فيها الحاجه اللي معلماه. اقوم رايحه كده جنب عطارد عندي في كتاب، واقوم عامله دايره وكاتبه فيها اقرب واصغر، وطبعا اشدهم حراره لانه لازق في الشمس. جه بعديهم الكوكب اللي بعده على طول، وقلنا الزهره، ودوت عندي توأم الارض لانه ثلاث حاجات حددناهم، قطره وحجمه وكتله، الثلاثة دول متشابهين ما بينه وما بين الأرض. ليه؟ يقول لك بما تفسر يسمى كوكب الزهرة بتوأم الأرض، تقول لي عشان تقاربه مع الأرض في القطر والحجم والكتلة. طيب هل هو في حياة بقى زي كوكب الأرض وبيدور قد إيه حوالين نفسه، في نهار وفي ليل وفي قصص من دي؟ قال لك ما أعرفش. ليه؟ قال لك علشان حواليه غلاف غازي متماسك كثيف، اللي هي زي ما قلنا كده اللي هي طبقة الفويل اللي كنا لافين بيها الكوكب أيام النيازك والشهب، غلاف غازي متماسك كثيف وسميك يصعب اختراقه. ما أناش عارف أبص بقى ده دورانه حوالين نفسه قد إيه، صبح فيك قد إيه، ليل فيه قد إيه، بيدور حوالين نفسه إزاي، ما أناش عارف أي حاجة من الكلام ده. إيش معنى؟ علشان حواليه غلاف جوي متماسك، السنة على سطحه 225 يوم، من كوكب من الأيام الطبيعية، من السنة الفلكية، من كوكب الأرض، من السنة اللي هي من أيام الأرض عادي خالص، 225 يوم. يبقى قوم عاملة حوالين الزهرة دايرة في الكتاب وكاتب عليه توأم الأرض، خلاص أنا كده عرفت ميزة الزهرة. يجي بعديها كوكب الأرض، الكوكب بتاعي اللي هو بالمنظر اللي قدامنا ده، نفس الكرة الأرضية اللي قدامنا، نفس الكرة الأرضية اللي احنا بندرسوها، نفس الكرة الأرضية اللي أنا على طول بتبقى معايا، وده بسميه الكوكب المائي. وأقوم عامل دايرة جنب كوكب الأرض في الكتاب وكاتب عليها الكوكب المائي. ليه سميناه الكوكب المائي؟ بما تفسر يسمى كوكب الأرض بالكوكب المائي لأنه عندي المية فيه بتشغل 70.7% من مساحة الكوكب. يبقى ليه عندي كوكب الأرض بسميه بالكوكب المائي؟ يعني عندي فوق 70% من الكوكب مية، زي ما انتوا شايفين كده كله أزرق أزرق اللي هي مية، وعندي اليابس جزء صغير 30%، 29 وكسور كمان مش 30. يبقى أنا عندي أسمي كوكب الأرض، عندي الكوكب المائي، بس عندي حاجة بتميز كوكب الأرض زي ما تقول كده، شايفين بصوا كده على الكوكب من فوق هتلاقوا في قمر اهو فوق اهو، القمر ده عندي كل الكواكب بيدور حواليها مجموعه من الاقمار، النهارده وبكره تلاقي الاقمار دي راحت في حته تانية، وبعده الاقمار دي بتروح في حته تانية، الاقمار دي بتسبح في الفضاء كده. بس عندي كوكب الارض بيدور حواليه قمر واحد تابع ليه، ده على طول حواليه، ده على طول ما بيمشيش، ده القمر ده ثابت جنبه ما بيتحركش. ميزة عندي كوكب الأرض إن هو حواليه قمر واحد يدور حوله، قمر واحد تابع ليه. السنة عليه قد إيه؟
365 وربع يوم، اللي هي السنة الطبيعية بتاعتنا، اللي احنا عارفين السنة بتاعتنا 365 وربع يوم. يبقى انا كده ميزت عندي ان انا عندي الكوكب عطارد اصغر واقرب كوكب واسرع كوكب، الزهرة توأم الارض، الارض الكوكب المائي، المريخ الكوكب اللي بعده. يلا بصوا على منظر الكوكب كده وشكله، كوكب المريخ ده السنة عليه. ابدأ بقى ابعد، ابدأ اللفة بتاعتك تاخد وقت أطول، فسمي لك كوكب المريخ دوت إن هو السنة عليه 687 يوم، وسميه اسم آخر الكوكب الأحمر. ليه الكوكب الأحمر؟ أقول لك علشان لما نبص عليه كده، يعني لو جينا قربنا شكل الكوكب كده تحس إن الشكل بتاعه لونه أحمر كده، علشان التربة والأرض بتاعته فيها حاجة اسمها أكاسيد الحديد، والحديد ده لما بيتأكسد بيدي لون أحمر. فما التربة بتاعتي تبقى مليانة أكاسيد الحديد، يبقى عندي شكل الكوكب من بره كده لونه أحمر. فأقوم رايحة عندي جنب كوكب المريخ وأعمل دايرة وأكتب فيها إن هو الكوكب الأحمر. يبقى أنا كده عندي ميزت برضو إن الكوكب عندي كوكب المريخ الكوكب الأحمر. ونركز عشان أنا هسمع الحاجات ديت دلوقتي. ودول كده عندي الأربع كواكب الداخلية بتاعتي. نخش في الخارجية. إيه الكواكب الخارجية بتاعتي؟ عندي كوكب المشتري أول واحد. كوكب المشتري ده السنة على سطحه 12 سنة أرضية، يعني السنة عندي على كوكب الأرض لف وكرر عندك 12 سنة. أنتوا عندكم كام سنة؟ 12 يبقى أنتوا عندكم سنة على كوكب المشتري. تخيلوا بقى أنتوا كده لسه عندكم سنة، لسه بيبيز. لسه مولودين عندكم سنة على كوكب المشتري، لأنه 12 سنة أرضية، يعني الأرض تلف 12 مرة وهو يكون لسه بيلف أول لفة ليه. إيه مميزاته؟ هكتب جنبه إيه؟ أكبر كواكب المجموعة الشمسية، أكبر كوكب. طيب يبقى أصغر كوكب عندي عطارد، أكبر كوكب عندي المشتري. يجي الكوكب بس اللي لو كان بعد اللي بعده إيه؟ مشتري، أي شخص عايز عايش على مشتري، يعني هو هيفضل نفس عمره؟ تلاقي بقى عندك مثلا الناس هناك اعمارها مثلا 5 سنين 7 سنين كده، يعني بس يعني الطفل صغير خالص هيكون نفس بالنسبه عمره؟ لنا احنا، انما هم بالنسبه لهم على بالنسبه لنا احنا، روحتي المشتري بقى عندك سنه، ملناش علاقه بقى بعمرك، مش هيبقى عندك 12 سنه، لان اللي قصادك عنده 12 سنه ده هيبقى ميت بقى له 20 سنه تقريبا. انت تروحي المشتري بقى عندك سنه، ملناش علاقه بال 12 سنه اللي عشتيهم على الارض. ماشي، بس انتهى. ده كوكب المشتري. الكوكب اللي بعده زحل. ايه اللي بيميزه؟ بصوا تحسوا ان هو اخد بعضه ونازل متشيك كده ولابس بتاع حواليه، كل الكواكب نازلين لوحدهم الا ده اخد حلقات حلزونيه حواليه بالشكل ده، حلقات حلزونيه بتدور حواليه، اللي هي عباره عن اجسام صخريه وجليديه وجليديه. وخلي بالكم من جليدية، لأن أنا بدأت أبعد عن الشمس كتير وبدأ عندي درجة الحرارة تقل، فبدأ عندي إيه؟ يتكون جليد. وطبعا عندي فوق في السماء عندي كلها أجسام صخرية، يبقى أنا عندي الكوكب المتألق في نفسه اللي نازل ولابس هدوم زيادة حواليه كده عشان حواليه جليد، اللي هو كوكب زحل. كوكب زحل بقى 29 سنة ونص من الأرض، يعني انتوا كده تقريبا ناقص لكم 17 سنة وتتولدوا. 29 سنة ونص دوت عندي حواليه حلقات حلزونية. ايه الحلقات الحلزونية ديت؟ اجسام صخرية وجليدية تلاقيها منورة في السماء كده بلون احمر وبنفسجي فوق في الفضاء، احمر وبنفسجي وازرق وازرق كأنه بيلف. كتاب ملونين قوي. ما بقولك تحس ان هو كوكب كده متألق في ذاته، كوكب كده نازل يتفسح وملون كده وعامل حواليه هاله، وملون الهاله ديت باحمر وبنفسجي وازرق وموضب نفسه بقى. يبقى الكوكب اللي حواليه تعملي لي دايره جنب الكوكب ده وتعملي تكتبي فيها حلقات حلزونيه، النقطه اللي مميزاه. الكوكب اللي بعده
أورانوس يبدو في الفضاء زي ما احنا شايفينه كده بالظبط، ده ازرق يا مس، هقول لك لا، ده اخضر مايل للزرق، مش اللون الازرق الصافي، لا دي كوره ملساء، بصوا مش باين عليها اي حاجه، مش زي الكواكب اللي قبليها، يعني بصوا الكواكب اللي قبليها فيها خطوط، فيها اشكال، فيها مناظر، انما دوت تبصي عليه تحس ان هو كوره ملساء فاضيه، كوره ملساء خضراء يميل لونها للزرقاء، تبصي عليها تحس ان هي ازرق مش اخضر، تبقى تحس ان هو اخضر بيستهبل وعامل نفسه ازرق. يبقى انا عندي تبدو في الفضاء ككرة ملساء لونها اخضر يميل للزرقاء. السنة فيه كام يوم بقى؟ 82 سنة من كوكب الارض. اتنين يعني الناس عندنا بتموت في الارض وهي لسه ما كملتش السنة عليه. السنة عليه 82 سنة من كوكب الأرض. التركيب العام بتاعه زحل وأورانوس ونبتون، التلاتة شبه بعض، التلات كواكب دول شبيهين لبعض جوه، يعني ما يقولك أورانوس ده شبه التركيب بتاع زحل، ويجي عندي نبتون برضو قريب في التركيب عندي من أورانوس من أورانوس وزحل. نبتون آخر كوكب عندي، السنة بتاعته 165 سنة أرضية، وده طبعا أبعد الكواكب عن الشمس، فبيبقى شديد البرودة، وبسميه عندي الكوكب الأزرق. ليه؟ عشان لما تبصي على شكله كده تحسي إن هو ها بس أيوه يعني هو كده كمل سنة من 1856 لغاية دلوقتي. آه شفتي؟ حلوة برضه، ماشي 165 سنة عندي سنة أرضية عليه، بسميه خلي بالكم كده عندي كوكب أزرق وكده عندي كوكب أحمر، عشان أنا هسأل تاني، هسألكم كلكم في الكلام ده تاني دلوقتي. كوكب الأزرق اللي هو كوكب نبتون ماله أزرق، تحس إن هو ماسة زرقاء في السماء زي ما إحنا شايفين أهو، تحس إنكم كده كأنكم ماسكين اللي هي الألماس، تحس إن هي ماسة كده في السماء منورة بتشع ضوء في الكون، طبعا لانه ابعد الكواكب فشديد البروده، والمره دي هسميه توأم الكوكب اللي قبله، عشان كده كنت بقول لكم زحل اورانوس نبتون الثلاث كواكب دول شبيهين ببعض، اورانوس يشبه زحل في تركيب، نبتون توأم اورانوس. تاني علشان نركز، علشان نتسأل، عندي 8 كواكب، أربعة داخلية أربعة خارجية، كل كوكب يميزه كلمة، أقرب الكواكب، أصغر الكواكب، أكتر الكواكب حرارة، عطارد، توأم الأرض الزهرة، حواليه غلاف غازي متماسك الزهرة، الكوكب الأحمر الكوكب المائي الأرض، الكوكب الأحمر المريخ، الكوكب الأزرق نبتون، الكوكب الأخضر اللي بيميل للزرقاء اورانوس، الكوكب اللي حواليه عندي حلقات حلزونيه اللي هو نازل يتفسح كده ومؤنق نفسه، كوكب زحل، اكبر الكواكب بتاعت المجموعه الشمسيه المشتركه. ماشي ماشي مس، ممكن تبعت الكواكب، صور الكواكب دي على الجروب؟ حاضر، هبعت لكم PDF بتاعها. تمام طيب تمام لميس، سامعني كويس؟ أيوة. طيب قولي لي يا لميس، أبعد الكواكب عن الشمس؟ أبعد كوكب؟ مين؟ الأرض أبعد، أبعد، أبعد. آخر واحد. أنا سمعت حضرتك بتقولي أبعد، أبعد للدال مين؟ نبتون. برافو، أقرب الكواكب أقرب الكواكب
اوكي مش فاكرة. عطارد، معلش احنا لسه ما حفظناش اساميهم برضه. عطارد. طيب اكبر كوكب، ما هو انت حظك بقى انك اول واحده تسالي لان انت ما حضرتيش الاسئله. اكبر كوكب أظن المريخ، المشتري. المشتري قصدي. تمام. طيب ماشي يا لميس. تقى، تقى محمد. أيوة بس كوكب حواليه حلقات حلزونية. صح. كوكب أخضر يميل للزرقاء. أورانوس. كوكب شديد البرودة. نبتون. شديد البرودة. ها، نبتون. برافو برافو يا تقى. عمار. أصغر الكواكب. أصغر كوكب بلوتو. أصغر مش أبعد. وبعدين ما طلعنا بلوتو عندي بقى من المجموعة الشمسية خالص، مش احنا قلنا بلوتو ده صغنن وقلنا كده ملوش لازمة وقمنا مطلعينه. أنا فاكر اسمه بالإنجليزي بس نسيب العربي. عطارد. عطارد. طيب كوكب المائي. الكوكب المائي الأرض. الكوكب الأحمر. الكوكب الأحمر المريخ. برافو. طيب قول لي الكوكب اللي عندي، الكوكب الأزرق. نبتون. برافو ممتاز يا عمار. مريم. نعم. بما تفسر يسمى كوكب الأرض الزهرة بتوأم الأرض. أرض بزحلة الزهرة لأنهما 3 حاجات. افتحي، افتحي 3 صوابع كده على ايدك. ايه؟ بسبب تقاربه في الحجم، برافو برافو الكتلة برافو والقطر. برافو ممتازة. طب بما تفسر يسمى كوكب الأرض بالكوكب المائي. لأن الماء تحتل 70.7% من سطحه. مساحته. برافو برافو يا مريم. تقى احمد. بما تفسر يسمى الكوكب المريخ بالكوكب الاحمر. لأن يفرز لأن ترابه أنه أحمر. بالظبط صح، بس يعني ايه عايزه تتظبط شويه لانه تربته غنيه باكاسيد الحديد حمراء اللون. التربه بتاعته فيها اكاسيد حديد حمراء اللون، يبقى ايه؟ لان تربته غنيه باكاسيد الحديد حمراء اللون. السؤال ده على طول يجي في الامتحانات بتاع ان هو الكوكب الاحمر ده. يبقى أنا عندي المريخ بما تفسر يسمى كوكب المريخ بالكوكب الأحمر عشان تربته غنية بأكاسيد الحديد حمراء اللون. طيب قولي لي يا تقى، عندي حلقات حلزونية حول كوكب زحل تظهر بألوان نقط ونقط ونقط. أحمد ولا هم؟ أحمد صح؟ أحمر. أزرق صح؟ برافو. و استنى بنفسجي. احمر وازرق وبنفسجي. نفسك. تمام برافو يا احمر تقى. وازرق. طيب وبنفسجي. وفايدة. نعم.
يلا بسرعة، أقرب كوكب. ماشي. أقرب كوكب. إيه؟ يونس. أيوة أقرب كوكب إيه؟ استمعاني. أيوة سامعاكي كده كويس يا روفاي. أقرب كوكب عندي إيه؟ طب أنتي سامعاني كويس يا روفايدة؟ روفايدة سامعاني كويس؟ طيب خلاص، يبقى أنا عندي أقرب كوكب، عندي عطارد، أقرب أصغر. يا توأم قولي. عندي سؤال، هو مش أورانوس يعني أصلا حواليه حواليه حلقات؟ اورانوس؟ لا مش اورانوس، زحل. أنا عارفة زحل وأورانوس. لا زحل بس الكوكب الوحيد. بصي على منظر المجموعة الشمسية تاني، الكوكب الوحيد اللي حواليه حلقات عندي هو اورانوس، هو زحل اللي هو ايه ما هو اهو. عليها بس هي شوية مايلة شوية كده. بصي انا عندي الكوكب، بصي ادي زحل الوحيد اللي فيهم، هو انا عندي بعديه اورانوس يشبهه في التركيب العام. انا عندي الاربع كواكب الخارجيه شبه بعض، مشتري، زحل، اورانوس، نبتون، بس جايبينها لك بشكل كده تدريجي، يعني يقول لك المشتري ده اكبر كوكب ودوت عندي بيتم دورته في 12 سنه بس خلاص. جه بعديه زحل، قال لك حواليه الحلقات ديت، وعندي بيظهر حواليه الحلقات دي بألوان بنفسجي وأزرق وأحمر، وقال لك إن هو إيه شبه المشتري. وبعد كده أورانوس قال لك شبه زحل، وبعد كده نبتون قال لك توأم أورانوس. معنى كده إن الأربع كواكب عندي شبه بعض. إيه؟ ما يجي اشوف مثلا اي صور، اي صور للمجموعة الشمسية وكده، اشوف انا الساعات او دايما احس بيكون حواليها حلقات. ساعات يعني. بصي هقول لك ليه. طب هنروح بعيد ليه؟ بصي اهو، ادي مثلا المجموعه عندي اهو، عندك ادي المشتري، ادي زحل، ادي اورانوس، الاثنين تحسي اهو، ادي زحل عندك حواليه الدوائر بتاعته، وعندك اورانوس حواليه برضو ايه هالات بسيطه كده. بس اصلا الفكره في حته الهالات اللي عاملينها عندي والدورانات الحلقات اللي عاملينها حوالين اورانوس ديت، لانه قال لك ان هو يشبه في تركيبه العام للمشتري وزحل. بس فهمت. في الاصل الكواكب عندي، اصل الكواكب ان هو ما فيهوش كده، ادي اصل الكواكب عندي ما حولهوش ايه، ما حولهوش الدورانات دي الحلقات دي. هي قصه ان هو علشان بقول لك شبهه، فبيحاول ايه ان هو يربط لك المنظرين ببعض، ان دوت كده اهو حواليه حلقات وده اهو حواليه حلقات. ماشي. بس عندي الوحيد اللي حواليه حلقات حلزونية بتدور حواليه، وخلي بالك من تكوين الحلقات ديت اللي هي أجسام صخرية وجليدية، لأنها على طول بتيجي في الأكمن وفي النقط وما بتتجاوبش، وبتلاقي يقول لك أنا مش فاكر، أنا فاكر إن هي حواليه حلقات وأحمر وأزرق وبنفسجي بس مش فاكر بتتكون من إيه. وفي سنة من السنين جابوها سؤال تعجيزي، ليه عندي حوالين اسمه إيه زحل حلقات صخرية وجليدية؟ المفروض ان انا هاجي ارد عليك اقول لك اصلا انا لسه السؤال ده مش عندي في الكتاب. لا بس انت المفروض دارسة الكواكب بتاعتك، وده ودارسة عندك ان كل ما بتبعدي عن الشمس، والشمس ديت مصدر الضوء والحرارة، وان انا كل ما ببعد عن الشمس كل ما بتقل درجة الحرارة وبتزيد، وبتزيد عندي التلج ويزيد عندي الايه الجليد، فانا كل ما ببعد يزيد البرودة، فاصبح عندي اللي هو زحل ده حواليه أجسام صخرية وجليدية، جليدية عشان بعده عندي عن الشمس، وصخرية لأنه بيدور في الفضاء والفضاء مليء بالأجسام الصخرية. بس سؤال، إيه؟ مش عام، شكرا. تمام يا فين حبيبي. الألوان ده؟ فين الألوان؟ الألوان اللي إيه اللي فيه؟ اللي هي البنفسجي والأحمر والأزرق يعني؟
أيوة، أصل في الكتاب عاملين في زحل حفلة ألوان، وأنا مش في الصور دي مش شايفة حاجة. لا لا مش مشكلة، انت خليكي عارفة. هو بصي هقول لك حاجة، بيقول لك اصل ايه يعني اخد الوان الطيف كده، تبصي يعني في الفضاء كده تحسي انه الوان الطيف، وهو بيبقى حواليه تظهر بالوان احمر وبنفسجي وازرق. ماشي، اللي هم تقاربهم من بعض بتيجي عدة الوان. أيوة. ماشي، يبقى ديت ايه مميزات كوكب كوكب عندي. خلصنا الدرس ده ونبدأ في درس جديد عندي، شكل الأرض وأبعادها، مش هنخوض فيه لأن أصلا ما فيش وقت. شكل الأرض وأبعادها بيقولك إن أنا عندي هما كلمتين بس، إن أنا عندي إن الأرض دي كروية الشكل. يعني إيه كروية الشكل؟ يعني شبه الكورة. طيب بس أنا عمري في حياتي شفت الأرض دي كورة، يعني أنا ما ببقى واقف أتفرج كده وأنا عايش على كوكب الأرض دي، عمري ما شفتها مكورة. قال لك علشان احنا واقفين على حته صغيره منها، احنا واقفين على مساحه صغيره. يعني مثلا لو كنا شلنا الشكل دوت وحطينا وايت بورد وقلت لك عشان هرسم كده الناس كوره كبيره بيعملوا، يعني بيقولوا إن الأرض مستقيمة. مسطحه، اه ما انا اهو هرسم كوره اهو بكمل الكوره. بس انا دلوقتي لو انا واقف هنا هبقى شايف الحته اللي حواليا مسطحه، لو انا واقف هنا هبقى شايف الحته اللي حواليا مسطحه، هنا هكذا هنا هكذا. انما امتى اشوفها كوره؟ اما ابقى واقف بره هنا كده اشوفها كوره. انا عايش على مساحه صغيره من الارض. فيجي لك سؤال يقول لك مما تفسر تبدو لنا الارض وكانها سطحها مستوي؟ انا لما ببقى واقف على الارض ببقى شايفها مستويه، ليه؟ علشان ما نراه من سطح الارض مساحه صغيره جدا، بس هي في الاصل كرويه. سؤال وعكسه، اما اجي اسالكم واقول لكم من النتائج المترتبه على كرويه الارض، هو لو سالت هتعكس لي الكلام اللي فيه. لو سالتك وقلت لك ماذا يحدث لو كانت الارض مسطحه؟ طيب الاول انت بتقولي لي ان الارض كرويه، استفدت ايه انا من الكره دي؟ ايه الافاده ان الارض كرويه عندي؟ اول حاجه بيحصل عندي ليل ونهار، علشان انا عندي بتبقى الشمس كده، يبقى انا عندي الشمس كده اهي في المجموعه الشمسيه، وبتبقى عندي الارض كده. الحته اللي قصاد الشمس تبقى نهار، الحته اللي عكس الشمس تبقى ليل. الكره الارضيه تلف، فالحته الليل تيجي هنا قصاد النهار، والحته النهار تروح هنا في الليل. يبقى اول حاجه هيحصل عندي ليل ونهار. هي الجهة الثانية القمر. اه الجهه الثانيه القمر، وخلي بالك بقى القمر اصلا بيستمد ضوءه وحرارته من الشمس، فكده كده اصلا ايه مديني ضلمه مديني ليل. يبقى انا عندي حدوث الليل والنهار. ليه بيحصل الليل والنهار؟ عشان بتسقط اشعه الشمس زي ما احنا شايفينها كده على اجزاء من سطح الارض، على الجزء ده بس، تسقط على اجزاء من سطح الارض، وايه وعدم سقوطها على الجزء الاخر في نفس الوقت. ما هي يا هتسقط هنا يا هتسقط هنا، هي هتقطع نفسها هتيجي هنا وهنا ازاي؟ لا هي يا تسقط هنا والناحية التانية ضلمة، يا إما بتسقط هنا. يبقى أول حاجة حدوث الليل والنهار. ليه؟ حيث تسقط أشعة الشمس على أجزاء من سطح الأرض وعدم سقوطها في أجزاء أخرى في نفس الوقت. رقم 2، اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تاني نرسم الشمس عندي تاني، وارسم الكره الارضيه بتاعتي تاني. الشمس تبقى عامله هنا طالعه بخط عمودي كده مستقيم، درجه حراره تقيله وعاليه ومرتفعه، هنا تاخد مسافه ابعد، ماشي تبص الخط اطول ازاي؟ تبقى اقل درجه حراره هنا، اقل درجه حراره هنا، اقل درجه حراره هنا، اقل درجه حراره. اسمها زاوية سقوط الشمس. زاوية سقوط الشمس، اختلاف الزاوية اللي بتسقط بيها الشمس على سطح الأرض. عمودية فين؟ على خط الاستواء. تبقى درجة الحرارة فيه مرتفعة جدا، أماكن يبقى فيها الشمس عمودية فيبقى مرتفع فيها درجة حرارة جدا. إنما ما تبقى مائلة، مالت هنا أهي فأصبحت إيه؟ درجة الحرارة أقل. أصبحت هنا مايلة أكتر فتبقى درجة الحرارة أقل.
طب انا استفدت ايه اما تبقى درجة الحرارة عندي هنا عالية قوي وهنا اقل وهنا اقل؟ ايه اللي هيختلف؟ قال لك هيبقى فيه تنوع، تنوع في المناخ، هنا تبقى الدنيا حر قوي، هنا الدنيا حر نص نص، هنا الدنيا ساقعة كده. تنوع في المناخ، تنوع في الكائنات الحية، تنوع في البيئات. كل مكان فيهم هتبقى بيئة مختلفة، دي بيئة عندي فيها درجة الحرارة مرتفعة قوي، تحس إن هي بيئة صحراوية، دي بيئة درجة الحرارة قلت فيها، وهكذا. يبقى تعمل عندي تنوع وأطلع عندي مناخ، نبات، كائنات حية، بيئات. يبقى أنا عندي تاني النتائج المترتبة على كروية الأرض. استفدت إيه؟ إن الأرض عندي كورة، قال لك إن أنا أول حاجة هيحصل عندي الليل والنهار. ليه بيحصل عندي ليل ونهار؟ عشان أشعة الشمس عندي بتبقى على جزء من سطح الأرض، وفي نفس الوقت مش بتبقى على الجزء التاني. أدي واحد. تاني حاجة قال لك اختلاف زاوية سقوط الشمس، أهو اختلاف زاوية سقوط الشمس، إن أنا عندي الشمس بتاخد شكل عمودي في مكان وبتيجي على مكان تاني بتبقى أبعد وشكل مش عمودي، فبتبقى مائلة، فبتبقى هنا درجة حرارة عالية وهنا درجة حرارة أقل. فبيحصل عندي إيه؟ تنوع مناخ ونبات طبيعي وكائنات حية. أعكس السؤال بقى وأقول لكم، طب ده السؤال ده النتائج المترتبة على كروية الأرض. طب أنا الأرض عندي ما بقتش كورة، أنا الأرض عندي بقت مسطحة. إيه اللي هيحصل لما تبقى مسطحة؟ هتشيليني بقى الحاجات دي، هيبقى عندي الجزء من الأرض نهار ثابت، نهار دائم، والجزء التاني ليل دائم. مش هيبقى عندي بقى حتة نهار وليل، أنا هيبقى عندي كل الجزء اللي قصاد الشمس ده، اللي هو بصوا أهو، كل الجزء اللي قصاد الشمس عندي كله هيبقى نهار. ما خلاص الأرض هتبقى مسطحة، هتبقى كده مش كرة، هتبقى كده، فهتبقى كلها نهار، مش هيبقى عندي نهار وليل. أدي واحد. اتنين، مش هتبقى عندي أشعة الشمس زي ما احنا شايفينها كده ملهاش زاوية، هيبقى عندي ثبات في درجة الحرارة، كلنا قدام الشمس، كلنا درجة حرارتنا مرتفعة. لا هيبقى عندي عدم، هيبقى عندي عدم تنوع مناخ، عدم تنوع نبات، عدم تنوع كائنات حية، عدم تنوع بيئات. ايه اللي انت عملتيه يا مس؟ شقلبت الإجابة دي وحطيتها. يبقى النتائج المترتبة على كروية الأرض حدوث الليل والنهار، اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس، أماكن تبقى شديدة الحرارة، أماكن بتبقى أقل حرارة. ها تانية تبقى إيه؟ عشان كده في درجة الحرارة فيها أعلى من التانية، لا تاني ما عشان سمعتش، معلش. يكون في كنت حرارتها أعلى من التانية، أيوة إيه بداية السؤال؟ أنا سمعت تكون حرارتها عشان أقل كده من يعني التانية. الشمس، عشان كده بكون، عشان كده يعني الدول يكون حرارتها مختلفة عن الدولة الثانية، اه أنا علشان انا مثلا عندي صحيت، واصلا انا بسبب لسه انا ايه كمل. عشان موقعها، يعني عشان موقع اه الدولة يعني دي على الشمس يعني. حسب موقعها، ما احنا بعد كده هناخده بقى يتوقع دوائر العرض، وابدا اقول لك ان دوائر العرض دي بتؤدي عندي اختلاف درجات الحراره، بتفرق عندي درجات الحراره حسب سقوط اشعه الشمس. جيت قلت لك ان انا عندي في النص هنا خط الاستواء، وخط الاستواء اللي هو المايل المنقط قدامك ده، درجة الحرارة بتاعته بتبقى مرتفعة على طول لأنه بيبقى أقرب الأماكن للشمس. بعد كده تميل، علشان كده أنا حتى عندي في الدولة الواحدة يا تقى بيبقى عندي حسب لفة الكرة الأرضية قدام الشمس، حتة تبقى صيف، حتة تبقى خريف، حتة تبقى ربيع، حتة تبقى شتاء، حسب وجودي قدام الشمس. الشمس مايلة قدامي ولا الشمس عندي مستقيمة ولا الشمس عندي ايه الزاوية بتاعتها؟ فهمتيها يا تون؟ طول ما الشمس عندي مستقيمة، هقول لك بقى يعني كنا ساعات اقول ايه، اقول لو انا دلوقتي يا تون اديتك كوباية شاي وانت واقفة كده قدامي بالظبط، يعني تعالي كده نقفل السكرين واحط مثلا ايه، ان انا مثلا البني ادم ده اهو اديته كوباية شاي وقلت له روح ودي كوباية الشاي دي عند البني آدم ده، هيوصلها له على طول وبسرعة وسخنة وحلوة وجميلة.
بس لو قلت له روح ودي كوباية الشاي عند الواحد اللي واقف في آخر الشارع ده، هتوصل بنفس درجة الحرارة؟ لا لا، تفقد درجة حرارتها عشان بعد المسافة. كل ما ببعد المسافة أكتر، كل ما بتبدأ كوباية الشاي تبرد أكتر. نفس اللي بيحصل عندي في الشمس، إيه الشمس داخلة عندي عمودية على مكان مستقيم طق كده، فوصلت عندي بدرجة حرارة عالية وكاملة وشاملة وعلى بعضها، زي ما تمسك الليزر. عمركم لعبتوا قبل كده بليزر؟ البتاع اللي بيطلع ليزر ده، ما تمسكي اللي هو زي الكشاف كده، تحطي كشاف قدامك يعمل عندك دايرة نور كده مركزة وواضحة وحلوة كده، وإيه ومنورة مثلا زي الكشاف مثلا، بلاش ليزر. إنما ما تيجي تبعتي لي بعيد وتعملي بيه تشاوري بيه على حتة بعيد، تلاقي النور بدأ يبقى متفرق، بدأ يبقى النور عندك أضعف. ده نفس اللي بيحصل عندي في الشمس، زي كوباية الشاي. لما اقول لك ودي كوبايه الشاي دي، فتفضل عندك محتفظه بسخونيتها علشان انت قدامي بالظبط. انما لما اقول لك روحي اخر الشارع اللي هناك ده، هتبقى بردت. روحي للي هناك ده، انت اخدتي زاويه، مشيتي في حته عكسي، مشيتي في خط بعيد، فبقيت عندك ايه؟ بردت. وقال ما وصلتي فقدت جزء من حرارتها عشان المشوار اللي راحته دي. ماشي الكلام؟ في اي سؤال؟ أيوة لا شكرا في حاجة صعبة؟ لا يمس لا يمس تمام، يبقى شكرا احنا خلصنا، عفوا خلصنا الدرس ده، نحل التدريبات بتاعته، لأن ده خلاص خلاص الدرس بتاع الكواكب بتاع مجموعتنا الشمسية، الأرض وأبعادها. أبعادها احنا أخدنا جزء صغنن فيه ما كملناهوش. ماشي أوكي 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 سلام، السلام عليكم.